الله يا حبايب قلبي، نتفرج على الفيديو مع بعض. النهارده بنحمل عظمه يا جماعه، النهارده بنشيل الزرع من مكان لمكان تاني. اتمنى من الله بقى ان هو يكمل على خير. صلوا على النبي كده وكملوا الفيديو معايا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. فين اللايك يا جماعه؟ اللايك عشان يكمل الفيديو. النهارده بننقل الزرع، بنحطه في اماكن تانية علشان فعلا الارض مملحه، ولازم ناخد بالنا من الارض المملحه جامد، ما نكملش فيها زراعه لان في النهايه مش هتكمل. يلا صلوا على النبي كده، ويا ريت تحطوا لنا لايك عشان نكمل الفيديو. النهارده احنا بنشيل الحوض المملح وهنكمل الفيديو مع بعض. يلا يا حبايب قلبي نتفرج الفيديو مع بعض. النهارده احنا بنعمل عظمه، بجد بنعمل عظمه. طول ما انت بتبصي في لقيت غيرك والله العظيم ما انت طايله حاجه كده. شوفي لك حاجه اعمليها احسن ما انت قاعده تبصي في اللي في ايد غيرك كده، كل شويه تبصي في اللي في ايد غيرك. صدقيني هتبقى عامله زي اللي رقصت على السلالم، لا طولتي فوق ولا طولتي تطلعي فوق ولا تنزلي تحت. بحب المثل ده، ومحدش يقول لي انت بتقولي الكلام ده ليه. بجد يعني بامانه يعني، معلش النهارده خارج الموضوع كده، بس صراحه اصل في ناس كده بسم الله ما شاء الله عليهم قاعدين يبصوا ويعملوا حاجات وفي النهايه هيبقوا زي الناس اللي رقصوا على السلالم. بجد صدق المثل اللي قال ده بجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل كل شيء يا ريت نعمل لايك للفيديو عشان نكمل الفيديو مع بعض كده. هرجع تاني واقول شعار القناه، اللي مش حي يزرع ويربي مش هيعرف ياكل. بس بالله عليكم اللايك الاول، بالله عليكم اللايك وكده، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في القناه الجديده، مش هقول الجديده، بمحتواها الجديد، المحتوى الهادف، المحتوى اللي هو بيقول لازم نزرع ونربي عشان نعرف ناكل في ظل الظروف اللي احنا فيها صعبه دي. الحمد لله على كل حال الاول. اجمل حاجه في الدنيا اني فجاه كده الاقي كل الحاجات اللي انا بجيبها بتبدا تكبر قدامي، تكبر تكبر تكبر. بحس صراحه ان انا مبسوطه جدا. النهارده انا مسكت فرخه دبحتها بسم الله ما شاء الله. احساس تاني، احساس انك بتربي وتاكل من تربيتك، الحاجه اللي بتاكل من بيتك بتبقى طعمها غير صراحه. كنت دايما اقول ايه، ما كلها فراخ، ما كلها بط، ما كلها مش عارفه ايه، ليه انا حتى بنفسي في التربيه وليه هروح اجيب حاجات واربي ومش عارفه ايه؟ طب ما انا اشتري جاهز وخلاص. ايه يعني ما اشتري فرخه؟ ايه يعني ما اشتري بطه؟ يعني ما اشتري ارنبه؟ لا لا بجد يا جماعه، فعلا اللي بيربي بياكل حاجه طعمها جميل، طعمها حلو ما شاء الله، اللهم بارك. يعني هناخد جوله مع بعض كده على السطح في وسط الطيور الجميله ديت. طبعا انا في انتظار دلوقتي اللي انا اجيب السمان، وانا جبت زقزق زي ما انا قلت لكم كده، وفي انتظار طبعا اللي انا اجيب اجيب السمان ان شاء الله، اجيب السمان وكمان هجيب ارانب. وكمان في ناس كتير بتقولي الارانب مش هينفع تاكل يعني تعيش في عيشة عايزه بطاريه، بس لا انا افتكر امي زمان كان كل الارانب عندنا في خزاين، خزاين في تحت يعني في الدور الارضي، خزاين على السطح. المهم حته اللي انا اعقد نفسي ولازم انا اروح اجيب بطاريه، مثلا البطاريه دي مثلا ب 2000 جنيه و 3000 جنيه عشان اجيب ارنبتين، لا انا هعمل زي ما امي ربنا يبارك لي فيها كانت بتعمل وتربي كده. الطيور حلوه قوي يعني، انا يعني الواحد بدا يقضي كل وقته فوق على السطح والله يا جماعه. وطبعا بياكلوا من الازوله، اهوت الازوله اللي احنا عملناها، لان بيقولوا الازوله مفيده جدا، مفيده جدا للطيور، وهنتكلم عنها فيما بعد يعني. وطبعا احسن حاجه ما شاء الله عجباني قوي على السطح الطماطم. الطماطم ديت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بتطلع في ارض مالحه، في ارض كده، المهم يعني ما شاء الله ازرع الطماطم اللهم بارك بتطلع بطريقه كويسه جدا ما شاء الله. من الحاجات اللي انا حباها جدا برضك على السطح وجود الطماطم، لاني بسم الله ما شاء الله عندي محصول حلو من الطماطم، شكلي بعد كده ان شاء الله هبيع لكم باذن الله. وده الحوض اللي كان فيه جرجير، خلاص بدا الجرجير خلاص يعني كبر، وبقينا ناخده منه ونحطه في الايه في للطيور وكده اللهم بارك يعني.
وطبعا زرعين زي ما قلنا لوبيا قبل كده وحاجات يعني ان شاء الله. اللهم بارك. الواحد بيطلع على السطح بينسى نفسه بجد والله، بينسى نفسه وبينسى حاجات كتير كده، يبقى الواحد طول اليوم تعب وكده ويجي على السطح ما شاء الله تلاقي حاجه تانية. دي شجره لوبيا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وكمان النعناع كبر. اجمل حاجه انك بتحط اي حاجه تلاقيها بقت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الارض المالحه دي بقى زرعنا فيها جرجير، لان الجرجير بيطلع في الارض المالحه فاحنا زرعنا فيها جرجير. وده حوض الملوخيه بسم الله ما شاء الله. طبعا الحوض ده برضو ارض ملح. بحس كده ان انه الحاجات اللي بتتزرع في الارض المالحه وبتطلع كويس، لقيت الملوخيه من ضمن الحاجات اللي هي بتطلع في الارض المالحه ما بيعكهاش حاجه. وادي حوض الملوخيه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصوا يا جماعه، حلو الواحد يبقى له هدف ويشتغل عليه بجد يعني. وده حوض الملوخيه. عايزه اقول لكم بقى النهارده اللي احنا كنا عاملين طبعا حوض ارضي، بس صراحه احنا هدناه عشان هنعمله عالي عشان نستغل الحاجات اللي تحت. ده كان الحوض الارضي اللي كنا زارعين فيه كوسه وزارعين فيه حاجات ياما. صراحه بردك علشان الارض كانت مملحه بردك الحاجه ما طلعتش، فالنهارده قررنا اللي احنا نشيل الزرع اللي موجود في الحوض ده ونحطه في اماكن. يعني مثلا بناخد الحاجه اهي، بناخد الزرعه كده وهنحطها في مكان تاني علشان الحوض ده احنا هنشيله علشان اللهم صل على سيدنا محمد، علشان ايه؟ علشان الارض بتاعته مملحه وفي نفس الوقت نستغله المساحه اللي تحته. قلت لكم كده احنا بدأنا بنشيل الحوض ده وهنعليه عشان نستغلوا المساحات تحته اللي احنا نربوا حاجة. وفعلا قمنا بقى ايه، جبنا حاجات كده وبدأنا نزرع ننقل الزرع اللي كان في الحوض اللي كان في الصندوق. يعني جبنا كده وعملنا تربة، وان شاء الله التربة المرة دي تكون خصبة وتربة طينية صالحة للزراعة عكس بقى التربة التانية. نقلنا كل الزرع واتمنى من الله ان الزرع يطلع بقى بعد ما اتنقل. مش عارفة بقى يعني احنا شيلنا الطينة زي ما شفتوا كده في بداية الفيديو، كنا بنشيل المتاح جامد الطينة بالجدر بكل الطينة اللي فيه عشان ننقله ونعلي ايه، ونعلي الصندوق عشان نستغل الصندوق في زراعة ايه، في زراعة حاجات تانية، وفي نفس الوقت نظبط التربة وفي نفس الوقت نستغله اللي احنا اللهم صل على سيدنا محمد نستغله اللي احنا نربي طيور ايه تحت. وطبعا مش هيخلى الفيديو من الايه، من الازولة دي يا جماعة. الازولة اللي احنا شاريها لو انتوا تشوفوا منظر الطيور وهي بتتهافت علشان تاكلها، فعلا الازولة ديت مفيدة جدا للطيور. وانا ان شاء الله ناوية يعني اعمل مشروع ازولة، يعني اللي هيعوز ازولة ان شاء الله انا هحاول اوفرها له، لان في ناس كتير اتصلوا بيا وقالوا لي على الازولة دي. بس صراحة درجة الحرارة النهاردة صعبة قوي لدرجة انا خايفة عليها. اهية الازولة اللي احنا عاملينها طبعا ان شاء الله ربنا كرم وين كان ونفعت بوقت كويسة. اول حاجة هعملها على طول ان انا هعمل حوض كمان على السطح جنبها كده ويبقى للازولة، لان انا لما شفت البطة وهي قاعدة تاكل في الازولة ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده ايه يعني، فضلت تاكل ومبسوطة. لان فعلا بيقولوا الازولة فيها بروتين عالي جدا زي البادي البياض. بصراحة يا جماعة انا لما بطلع على السطح زي ما قلت لكم كده ما بباش عايز انزل. وكمان احنا سطح النهارده يعني في عزاويل كتير علشان احنا ناويين ان شاء الله نعمل صناديق كتير ونعمل تاني ونكمل ايه صناديق ونكمل الحاجات اللي احنا عايزين نزرعوها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم النهارده. وطبعا رسالتي لكل الناس اللي بيسمعوني يا جماعة يلا نزرع يلا نربي عشان نعرف ناكل ونعرف نشرب حاجات صحية ومفيدة وما يبقاش علينا ضغوط زي ما احنا شايفين الضغوطات اللي موجودة في الحياة دي. وطبعا شجرة الليمون ما شاء الله اللهم بارك مع الغروب كده شكلها في منتهى الجمال.
دراجن فود.